موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، حياكم الله. أكد مصدر من مجلس شورى ثواري بنغازي أن قصفاً مكثفاً بالطيران الأجنبي استهدف المحور الغربي للمدينة. المصدر أوضح أن طائرات أجنبية قصفت قنفودة ليلاً دون وقوع خسائر، إلى جانب طيران الميغ التابع لحفتر والذي نفذ غارات على منطقة الجوارشة بحسب المصدر. أشار إلى أن منطقة قنفودة توجد بها عائلات عالقة، أغلبهم نساء وأطفال وعمالة وافدة، قتل عدد منهم بقصف لطيران أجنبي. جددت المدفعية الثقيلة لمجلس شورى ثواري بنغازي قصفها بصواريخ الجراد على قاعدة بنين الجوية بحسب مصدر من المجلس. المصدر أوضح أن القاعدة استهدفت بثلاث صواريخ ليلا، مؤكدا أن القصف كان مدروسا وأن الإصابة كانت مباشرة، ومشيرا إلى أن سرية المدفعية تحاول تعطيل إقلاع الطائرات من قاعدة بنين الجوية والتي تقصف بشكل مكثف مناطق سيطرة الثوار بالمحور أو بمحور وسط بلاد والمحور الغربي. عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس الرئاسي مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث حل الأزمة الليبية. اللقاء الذي جاء بمبادرة مصرية إماراتية وفقا لمصادر متطابقة تم خلال التطرق إلى البحث عن حلول جذرية للأزمة السياسية في ليبيا بحضور أعضاء المجلس الرئاسي المقترح إلى جانب مفوض وزارة الدفاع المهدي البرغثي. المصادر ذكرت أن المبادرة تستهدف جمع من سمتهم بالفرقاء الليبيين إلى طاولة واحدة بما فيهم قائد عملية الكرامة خليفة حفتر والمتواجد حاليا بالقاهرة. أكد مسؤول أمريكي أن بلاده ترفض أي عمل عسكري في ليبيا دون موافقة الحكومة، وهي تدعم الحلول السياسية عوضا عن الأعمال العسكرية. نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقبل مغادرته الجزائر أكد أن بلاده تدعم حلا سياسيا في ليبيا عوض العمل العسكري، في رده على سؤال مباشر حول العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الفرنسية شرق ليبيا. ختام الموجز، وإلى اللقاء على رأس الساعة.